ننتقل الحين مباشرة إلى جامعة حمد بن خليفة لتغطية المؤتمر الدولي للتصور والتفاعل بين الإنسان والحاسوب مع زميلتنا حصة الكواري من هناك. صباح الخير يا حصة. صبحت الله بالخير أختي نيلة وأختي حنان اليافعي، وأصبح على مشاهدينا ومستمعينا الكرام. اليوم متواجدين معاكم في مركز طلاب المدينة التعليمية الموجود في جامعة قطر، جامعة حمد بن خليفة، ويسرنا أن نستضيف الدكتورة دينا للحديث حول موضوع المؤتمر الدولي الأول للتصور والتفاعل بين الإنسان والحاسوب. صبحت الله بالخير دكتورة دينا الثاني. أهلين حبيبتي. المؤتمر اليوم عن التفاعل بين الإنسان والآلة والتصور المرئي، وبرعاية كيو أنا راف صندوق قطر للبحث العلمي وجامعة حمد بن خليفة، وتسمو وهو في وزارة المواصلات. جميل. دكتورة، ما هي أبرز الفعاليات التي ستقام على ضوء هذا؟ في عدة سبيكرز انترناشنال ومحليين إن شاء الله. جميل. دكتورة، ما المقصود بين التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟ وإحنا دراسة كيف يتعامل الإنسان مع الحاسوب والسمارت فون والجاجز المتوفرة. دكتورة، ما أهم أبرز المشاركين في المؤتمر؟ معظمهم دوليين، وفي 25 من قطر سبيكرز، وندعوكم والله للحضور وأن تشوفون أكثر. نتمنى حضور من الجمهور أنه يشوف السبيكرز ويحضر هاي السبيكس المثرية إن شاء الله. دكتورة، ما هي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من ضمن هذا المؤتمر كون أنه هو المؤتمر الأول؟ هو المؤتمر الأول من نوعه إن شاء الله، ونحاول أن نثري في هالمواضيع، موضوع التصور المرئي والإنسان والآلة إن شاء الله. ونتمنى نشوفكم هني، نتمنى نشوفكم كلكم هني إن شاء الله معنا. جميل. دكتورة، ما هي الذي سيقدمها المؤتمر إن شاء الله في السنوات القادمة؟ احنا هاي الاول بنوح في الريجن، وان شاء الله يكون اكثر سنويا. نتمنى يكون في اكثر من موضوع يتضمن الانسان والاله والتصور المرئي معنا ان شاء الله. هل فيه مشاركين ان شاء الله بصدد انهم يبنون او يتبنون المشاريع القادمه؟ معظم المشاريع مدعومه من صندوق قطر للبحث العلمي وجامعه حمد بن خليفه وتسمو، ولذلك المشاريع هذه اون جوينج مستمره، وان شاء الله السنه الجايه تشوفون نتائجها ونتائج اكثر واكثر ان شاء الله. دكتوره، كلمه تبين تضيفينها او تخدم المؤتمر الدولي الاول؟ نتمنى الكل يشارك، الكل يشارك، الجمهور في قطر والجامعات في قطر والمؤسسات المعنيه ان شاء الله. دكتوره، فيه كان برنامج بين الانسان، التصور بين الانسان والبيئه. هذه مش في من ضمن أولوياتنا في هذا المؤتمر. هنا هو التفاعل بين الإنسان والآلة والتصور المرئي، والمشاركين معنيين في هذا المجال من مجال الحوسبة والهندسة إن شاء الله. كلمة أخيرة دكتورة حابة تضيفينها؟ نشكر الداعمين لنا مؤسسة قطر كيو أن آر أف وتسمو. جميل دكتورة، شكرين لك كل الشكر دكتورة دينا ألطاني. شكرا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا وزميلاتي في الاستوديو، الكلمة لكم. شكرا لك حصة وكل الشكر لضيفتك، ونتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في هذا المؤتمر. ونبقى